عدم توفر الأقسام التحضيرية في بعض المدارس واقتصارها على السنة الأولى ابتدائي بات مشكلا يؤرق الأولياء، بحيث يؤثر بشكل كبير على درجة استيعاب التلاميذ، سيما وأن الوزارة سطرت برنامجا دراسيا خاصا بتلاميذ التحضير. لازم المدارس الكل يديروا فيهم تحضير، باسكو كاين الناس مستواها المادي ما يقدروش يديروا تحضير على برا، كاين عباد لازم في المدرسة باسكو عباد ما عندهمش يعني باش يقدروا يحضروا ولادهم في جمعيات وفي ليكخاش ومن. انا وليدي ماركيتو في الجامع والحمد لله، وما كانش عندي صعوبات، كان في الدار نوري له حاجات اللي ما يعرفهمش نوريهم له. كي دخلتو ديريكتومون السنه الاولى، ما دخلتوش كامل تحضيري. ومع انطلاق التسجيلات الخاصه بتلاميذ السنه الاولى ابتدائي والتحضيري، مطالب بضرورة تعميم الأقسام التحضيرية عبر كافة المؤسسات الابتدائية ضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ. نحن كيعني ممثلين الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ مرحبوا بهذا القرار اللي جا باش ولادنا يبداو إن شاء الله التسجيلات تاعهم في التحضيري وسنة أولى في هذه الفترة حتى لآخر السنة. يعني برك ان شاء الله تكون كل مدرسه على توفر لاولادنا يعني المرحله التحضيريه هذه، باسكو يعني مهمه انه اولادنا يبداو يوالفوا قبل مدرستهم والاساتذه ديالهم قبل ما يبداو في الجري يعني تاع النقاط وفي التقويمات وفي هذه الضغوطات النفسيه اللي ما يسحقوهاش اولادنا في هذا العمر. في انتظار تكفل الوزارة الوصية بملف الأقسام التحضيرية، تبقى رياض الأطفال ملجأ الأولياء، لكنها بالمقابل تثقل كاهلهم جراء تكاليفها الغالية.